مرحبا بالجميع. كشف الدكتور محمد عباس عم الفتاة الثلاثينية الراحلة رحمها الله ياسمين عباس تفاصيل وفاتها، وقال الدكتور عباس أن ابنة أخيه عادت من السعودية وبعد 6 أيام ظهرت عليها أعراض المرض وتوجهت إلى المستشفى الصدر بالعباسية، وشخصوا المرض بأنه التهاب رئوي. وأضاف عباس خلال اتصال هاتفي مع عمر أديب أن الحالة ساءت وتوجهوا لمستشفى خاص وأجروا عينتين، إحداهما كانت سلبية وأخرى إيجابية معقبا. اتصلنا على الخط الساخن للإبلاغ عن الحالة ولم يستجيبوا بشكل كبير، وتابع بعد أن نشر الفيديو يستغيث فيه لتدهور حالة ياسمين تم توفير سيارة إسعاف للحال ونقلت لحماية إمبابة، وفور وصولها المستشفى دخلت العناية المركزة ثم توفيت رحمها الله ياسمين عباس. معقبا الطب ليه عزلوها في الكفن وقالوا المقبرة ما تفتحش إلا بعد 60 يوم لما هي مش مصابة بكورونا، وشخصوا الوفاة بسبب التهاب رئوي رحمها الله. الأرجح أن الطاقم الطبي قد شخص الحالة بشكل خاطئ، هي مريضة بكورونا وشخصوا الحالة أنها التهاب رئوي. الله يرحمها وربي يشفي الجميع وربي يحمي مصر وجميع البلدان، تونس والعالم العربي والعالم بأسره. إلى اللقاء إن شاء الله في خبر جديد من عالم أمين. إلى اللقاء.